بسم الله الرحمن الرحيم. The title of this lecture, Electrical Safety, السلامة الكهربائية. Topics of this lecture, Physiological Effects of Electricity, Susceptibility Parameters, Macro and Micro Shock, and Protection Against Shock. مثل ما نعرف أنه ليكون ليتعرض الإنسان إلى Electrical Shock, إلى صدمة كهربائية, لابد أن يكون هو جزء من الإلكتريكال سيركت, لابد أن يكون هو جزء من دائرة كهربائية. أي أن هناك نقطتين, نمبر 1 ونمبر 2, اللي واحدة يدخل من عندها الكهرباء والأخرى يخرج من عندها الكهرباء. إذا كانت هناك نقطة واحدة فقط ملامسة لسورس كهربائي, فما راح يصير هناك أي إلكتريكال شوك. لابد من وجود نقطتين, واحدة دخول وواحدة للخروج. Three phenomena can occur when electric current flows through biological tissue. ثلاث ظواهر ممكن أن تحدث عند مرور التيار الكهربائي inside the human body. تعتمد هذه depending on the value of the applied current. عندما يكون the applied current very low, كلش قليل قيمته, فراح يسبب لي electric stimulation of excitable tissue, أي أنه مجرد راح يسبب لي تحسس بوجود الكهربائية, أي تحفيز ال excitable tissue. Excitable tissue هي الأنسجة القابلة للتحفيز, القابلة لتوليد ال action potential such as muscle and nerve. فمجرد هنا هي الإحساس, إذا كانت هاي قيمة التيار قليلة جداً. وهاي وين احنا نستخدمها؟ طبعا يستخدموها بالميديكال فيلد, بالمجال الطبي, فور تيستينج, لاجراء الفحوصات اللي متمثله بال فور اكزامبل يعني اي ام جي, اللي هو التخطيط العصبي للعضلات. اي انه نخلي الكتروز واحنا نسلط هنا كهربائيه معينه نحفز العضله على الحركه. الحالة الأخرى عندما ترتفع قيمة الـ applied electric current, لمن تيار كهربائي زاد بقيم معينة, فمو بهالحالة يعني راح نتجاوز مرحلة الإحساس وإنه stimulation of the excitable tissue, راح نتجاوز إنه الكهرباء energy of the electricity راح تتحول إلى heat energy, راح تتحول إلى طاقة حرارية. هذه أيضا وظفوها في مجال الطبي واستخدموها بالفيزيوثيرابي, بالعلاج الفيزيائي. إحنا بالعلاج الفيزيائي في بعض الأحيان نحتاج إنه نسلط حرارة in depth بالعمق في الجوينتس, في في المفاصل. واحدة من الطرق الموجودة هو تسليط تيار كهربائي بقيم محددة, ووظيفة هذا التيار الكهربائي هو الدخول إلى داخل, لكنه ما يؤدي إلى يعني تأثير خطير, وإنما فقط إلى أنه يحمي المنطقة, أنه يزيد من درجة حرارتها, وذلك عن طريق التحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية. طبعا هاي بفعل شنو؟ بفعل the resistance of the body. إذا زاد قيمة applied current, زادت قيمته كلش كبيرة, لا راح يؤدي إلى electrochemical burns, واللي هي المرحلة الخطرة والحرجة. هذه يؤدي electrochemical burns, أي أنه هنا راح يأثر على electrical على chemical interaction inside the cell. العمليات الكيميائية والتفاعلات كلها راح تتأثر وراح تتوقف, وتصل درجة حرارة إلى درجات عالية, يؤدي إلى skin burns, إلى حرق الجلد. إذا التأثيرات الحرارية تعتمد على قيمة التيار المسلط. هنا طبعا بشكل عام نجي هسه للphysiological effects of electricity, أي أنه ما تأثير الفيزيولوجي عندما يعني راح نحكي بالتفاصيل ايش راح يصير بالضبط لما أصعد الكهرباء
شوية شوية. فهنا على مود يسوون هذا التست، وعلى مود يسوون كلاسيفيكيشن التصنيف مالتهم، انه كل ما نزيد كهرباء لفت كمية محددة فت قيمة محددة راح يصير كذا كذا تغيير، فياخذون فد شي ثوابت، وهي انه ال 70 كيلوغرام هيومان، ان الانسان وزنه 70 كيلو، مدة التعرض 3 سكند، الكرنت اللي المستخدم الفريكونسي مالته هو 60 هرتز، وطريقة الصدمة هي انه لازم بديه يعني عن طريق اليدين، لازم بالواير باي هاندز، بواسطة ايديه. الآن درسه انه كل ما نطي يعني نصعد قيمة التيار الكهرباء ايش راح يصير. نبتدي بالواحد ملي امبير، اول تحسس لجسم الانسان بالتيار الكهربائي هو راح يكون بالون ملي امبير. فاول تصنيف قال انه 1 to 10 ملي امبير، راح اسميه threshold of perception، اي انه عتبة التحسس. هذه ضمنيا قسموها الى 2 parts، part number part 1 سموه threshold current اللي هو 1 إلى 5 ملي امبير، هذه القيمة، هذا المدى من التيار اذا تعرضنا له راح يسبب لنا excitable in the nerve endings، راح يسبب لنا تنميلة بالنهايات العصبية، راح نتحسس فيه. لهذا السبب سموه perception، التحسس أو الإدراك، إنه أو يعني threshold current هو عتبة التحسس بالتيار اللي راح يسبب قد إحساس tingling sensation، الإحساس بالوخز and warming، وهناك أيضا دفو راح يصير، ارتفاع بسيط في درجات الحرارة. إذا ارتفع أكثر صار من 5 إلى 10 ملي أمبير راح أسميه pain current وليس threshold current. pain current هنا أنا راح هاي التنغيزة موجودة والتنميلة موجودة، لكن وياها ايش راح يصير؟ راح يسبب لي وجود pain، وجود ألم. في إذا وصل تقريبا 10 ملي أمبير راح يكون صيغة الألم كأنما sharp bite، كأنما عضة قوية صارت عندي. فهذا المدى كله أسميه threshold of perception، هذا كله حاليا تحت السيطرة، انه انا اقدر اشعر بهذه المديات، اقدر اتعرض لها، لكن اقدر انه ابتعد عنها، ابتعد عن المصدر، اكون انا بكامل ارادتي، احس بالالم لكن انا اقدر اتصرف. زاد الـ applied current من 10 إلى 20 ملي امبير، سموها let go current، let go current. هنا في هذه الحالة راح نتجاوز مرحلة الإحساس بالألم، راح نتجاوز مرحلة أنه أنا أقدر أنه أبتعد عن السورس. هنا راح يصير عندي an voluntary muscle contraction، أي أنه انقباض عضلي لا إرادي. انقباض عضلي لا إرادي أي أنه إذا أنا كنت ملزمة بالواير قد إيدي يصير بيها contraction وتلزم بالواير بعد أكثر، وبهالحالة بعد ما أقدر أفلت من الواير، فهنا أنا راح أصير عندي مشكلة. النيرفز and muscles are strongly stimulated resulting in pain and fatigue. الcontraction اللي راح يصير بالمسل والنيرف راح يسبب لي pain and fatigue. البين ألم قوي، أنت فتيك تعب من كثر الكونتراكشن، من كثر الانقباض اللي يصير بالعضلة راح أشعر بألم وتعب في نفس الوقت. The maximum amount of current، هذه ملاحظة مهمة، the maximum amount of current which a person can move away voluntarily هو 9.5 ملي أمبير. يعني احنا قلنا 10 إلى 20 ملي أمبير هي الـ involuntary contraction، انقباض وتقلصات لا إرادية. 9.5 لحد 9.5 أقدر أنه أسيطر وأبتعد بإيدي أصير إرادية، 10 involuntary، 9.5 voluntary، 10 involuntary. هاي هنا 10 من زاد التيار صار larger than 20 milliampere، هنا راح يصير عندي مشكلة أكبر، تأثير أكبر، راح يأثر على breathing system، راح يأثر على الجهاز التنفسي واللانجز الرئات، راح يسبب لي paralysis
of the breathing muscle، أي أنه راح يسبب لي شلل في أنسجة الجهاز التنفسي واللي هي أهمها الرئات. لهذا السبب هذا المستوى أو هذا التصنيف راح أسميه paralysis current اللي هو تيار الشلل. إذا ما له ما أنا تريد respiratory paralysis، إذا ما عالجه راح حيؤدي which led to the death، راح يؤدي أو يسبب لي الدث. لابد من إسعافات سريعة تؤدي إلى أنه إسعاف المصاب ومحاولة إرجاعه إلى الحياة. التيارات اللي ما بين 80 ملي أمبير to 1 أمبير، من 80 ملي أمبير إلى أمبير واحد، هذه راح تسبب لي ventricle fibrillation، ارتجاف بطيني. هذه لا محالة إذا سلطت على يعني إنسان تعرض إلى هذه التيارات ضمن هذا الرنج، لا محالة راح يصير عنده ارتجاف بطيني. الارتجاف البطيني هو معناها is the unsynchronized contraction of the muscle cells within the heart، أي أنه راح يصير تقلصات غير انتظامية في عضلة القلب، وبالتالي القلب راح يفقد الفانكشن مالته اللي هي ضخ الدم بكميات معلومة ومحددة لتغذية جسم الإنسان. هنا راح يفشل وقد يؤدي إلى الدث. التيارات اللي من 1 أمبير إلى 10 أمبير لقوها أنه مفيدة، هي صح خطرة وتؤدي إلى الدث، لكنها مفيدة في جانب آخر. لقوها أنه ممكن أن يعالجون بها الفايبريليشن والمتمثلة بجهاز الدي سي شوك. دي سي شوك هو أنه إنسان إجا عنده ارتجاف بطيني ventricle fibrillation، عند ارتجاف عدم انتظام والقلب دا ينبض بشكل مو منتظم، فشي يسووا لرأس أن يعرضوه إلى صدمة كهربائية، يحطون جهاز اللي هي 2 plates توصل كهرباء قيمة هذا التيار من 1 أمبير إلى 10 أمبير، وظيفته أنه تسوي depolarization of all the heart muscle لكل عضلات كل يعني نحن كوحدة واحدة راح نشوف القلب، كل نقطة من عضلة القلب راح أسوي لها depolarization، أي أنه هذا الجهاز وظيفته هو defibrillation، إزالة الارتجاج، إزالة الارتجاج. كيف نسوي كيف يزيل الارتجاج؟ إنه يحاول بالصعق مالته هذا العالية جدا، طبعا هي لو تستمر تؤدي للموت لا محالة، تؤدي لحرق الجلد، لكنه هي مدروسة واللي يكون ممارس يعني طبيب ممارس إلها مو أي واحد استخدمها، إنه مباشرة بلحظات يسلط كهرباء يحاول يوقف القلب في محاولة إنه نخلي القلب هو يشتغل ويتوافق مع الاس اي نود مالته، السورس مال الكهرباء مالته، نوقف كل فعالياته ونقول له يلا ابدي من جديد. فهي محاولات قد تنجح في بعض الاحيان، يعني يكون القلب لا يستجيب ويؤدي الى موت الانسان. انت تعرض الانسان الى كارنس لارجر ذان 10 امبير، هنا أنا طبعا هي المرحله الاخيره او الشيء بعد يعني التيار اللي بعد ما من يعني ما نقدر نعالجه، اللي راح اسميه باز اند فيزيكال انجري، راح يسبب لي هنا أنا راح يؤدي الى وجود حروق، راح يسبب ان ذس ستيج ذا برين اند نيرف تيشو ماي لوز اول فانكشنال اكسايتابيلتي، اي انه البرين والنيرف راح يفقد كل وظائفه، ما راح السيلز اوف برين راح تنتهي تتلف، النيرف بكل اجزاء الجسم ايضا راح تتلف، وبالتالي فان الانسان يموت مباشره. قد تصل قوه الكهرباء المسلطه الى انه الكونتراكشن القوي اللي يحدث يؤدي الى خلع العضلات عن العظام، وقد يؤدي الى حرق العظام نفسه واللي نسميها بريد ذا بون. Susceptibility parameters، ما هي العوامل اللي
تأثر على حساسية الإنسان للكهربائية. يعني أكو إنسان رأسا يتحسس بالكهرباء، رأسا يعني يشعر بالصعقة الكهربائية، أكو إنسان لا يتحملها، يصير بالصعقة نفس ذاك الشخص الآخر لكنه يطلع سلامات وما يتأثر بها. ما هي العوامل اللي تأثر على هذا، على الشخصين اللي أدت إلى هذه الأحاسيس المختلفة؟ عندنا frequency and duration، ال voltage، ال body size or weight and point of entry. نأتي إلى واحدة واحدة. frequency and duration of the current. frequency of the current، احنا نعرف انه التيار المستخدم بحياتنا اليومية هو له frequency معين. طبعا هو ليش صار frequency؟ لان هو AC alternative current، التيار متناوب، اذا له frequency محدد. بالعراق عندنا الفريكونسي هو 50 هرتز، مثل الكهرباء في بريطانيا 50 هرتز، وعندنا مثلا فور اكزامبل بالولايات المتحدة الامريكية عندنا الفريكونسي 60 هرتز. اذا اكو اختلافات. والاجهزة طبعا اللي نستخدمها ببيوتنا ايضا كل واحدة لها، يعني اكو مو هاي الاجهزة البيتية ايضا كلها على 50، بس اكو بعض الاجهزة الاخرى اللي لها فريكونسي معين تشتغل عليه. اللي وجده من خلال البحوث انه الانسان اللي يتعرض ل 10 الى 1000 هرتز، التيار اللي تردده من 10 الى 1000 هرتز يكون اكثر خطورة من الترددات الاقل او الترددات الاعلى. اي انه عند تعرضي من 10 الى 1000 هرتز، هنشوف هنا أنا لناخذ فور اكزامبل 100 هرتز، راح الاحظ انه بال 5 هرتز هاي راح تسبب لي let's go current. هاي let's go current هنا بالخمسة ملي أمبير. لكن لو أجي على 5 هرتز، هذا طبعا 100 هرتز، 10 ملي أمبير هو سببت لي 10 ملي أمبير هي اللي سببت لي تحسس بالكهرباء أو الكونتراكشن. أما إذا كانت عرضت إلى كهرباء بتردد 5 هرتز، ألاحظ أنه بالـ15 ملي أمبير يلا صار عندي تحسس بالكهرباء. إذن هنا أنا أسلم، هنا أنا أأمن المنطقة، more safety، أمان أكبر هنا. فوق الألف for example أخذ 5000، بالـ5000 ألاحظ أنه هنا أنا كله ما داحس بالكهرباء، شوف زيت الكهرباء ما داحس به، إلى أن أوصل لهنا اللي هي بحدود 30 ملي أمبير، يلا تبدي عندي مرحلة let go current. لاحظوا هنا، إذا الأخطر في التعرض للكهرباء هو بالكهرباء ذات الترددات من 10 إلى 1000 هرتز. الأقل من عندها أكثر أمان، والأعلى من عندها أكثر أمان. الديوريشن أكيد the longer the duration the more dangerous. كل ما كان في أي مكان كنت، في أي مكان من هذه الترددات، كل ما كانت تعرضت للكهرباء بشكل أكبر كل ما كان الخطر يزداد. High voltage، التعرض للفولتية، تعرض للفولتية كل ما كان الفولتية الموجودة عالية كل ما كان الاحتمالية التعرض للإلكتريكال شوك أكبر. فور إكزامبل عمود نوضح هذه النقطة، أبراج الضغط العالي دائما يكتبون أنه خطر الاختراب من عندها. هو البرج هو عبارة عن هيكل حديد ويحمل بالأعلى وايرات اللي هي تمر بيها كذا ألف فولت. وين الخطورة؟ هو الهيكل الحديد ما موصل للكهرباء، يعني حتى لو ألزمه هو ما بي كهرباء مباشر. لكن شنو الخطورة في أنه أقف أنه قرب الهيكل أو قاعدة الهيكل؟ الخطورة تكمن وين؟ تكمن أنه الواير اللي يحمل آلاف الفولتات أو آلاف الفولتات الكهربائية راح يسبب لي توليد مجال كهربائي بالحيز المحيط، بالفضاء، بالهواء، راح يصير هواء معين، أي أنه هواء كأنما بيه كهربائية. فأي جسم يقترب من هذا الزون، من هذا النطاق، من هذا السبيس اللي بيه كهربائية،
قد يتعرض إلى مجال كهربائي. المجال الكهربائي إذا كان عالي جدا جدا راح يسبب إنه حتى الخشبة اللي متمرر كهرباء راح ينهار حاجز الجهد مالتها وتصير كأنما موصل للكهربائية. كذلك جسم الإنسان إنه عندما أتعرض إلى فولتية جدا عالية حتى لو أنا ما لامستها للسورس أوف الكتريستي، أنا ما لامست بيدي، لكن وجودي في حيز يحتوي فولتية عالية جدا تسبب انهيار الجهد داخل جسمي ومن ثم مرور التيار، وكأنما أنا جسمي جسم موصل، فيسموها هاي فولتج، تسبب لي تسبب دايلكتريك بريك داون ذا سكن. عندنا البودي سايز اور ويت، كلما كان ويت اكبر، بودي سايز اكبر، كلما كان فايبريليشن ثريشولد اكبر. يعني فور اكزامبل انه اذا عندي دوغ وذ 6 كيلوغرام وزنه راح يتحمل 50 ملي امبير، لكن اذا كلب مع 24 كيلوغرام وزنه، شوف هنا انا قد مضاعف 4 مرات القده، راح يتحمل 130 ملي امبير. اذا كل ما كان الويت اكبر كل ما كان التحمل للالكتريكال شوك اكبر. النقطه الاخيره واللي مهمه طبعا اللي هي بوينت اوف انتري. بوينت اوف انتري اللي يتمثل لي الباث ثرو ذا بودي، المسار اللي راح يسري به الكهرباء. احنا ندري انه لابد لسريان اللي تعرض للصدمة الكهربائية لابد من وجود نقطتين يعني توصيل ما بين جسم الانسان والجسم المولد الكهربائي، على مود يكون هناك مسار داخل جسم الانسان. لكن هنا أنا المسار عندنا نوعين، المسار اللي قد يكون ل مساحة كبيرة من الجسم يمر بها الكهرباء، والنوع الآخر إنه اللي المسار اللي يمر مسار الكهرباء اللي يمر فقط من القلب. فهنا راح يصير فرق. الأول when the current is applied at two points on the body، طبعا هنا عندنا نقطتين يمر عليها الكهرباء، small current flows through the heart. هنا الكهرباء مر من نقطتين لكن شنو على مساحة كبيرة من جسم الإنسان، وبالتالي طبعا هو جزء من الكهرباء مر بالقلب اعتيادي هاي، لكن حصة القلب من الكهرباء الكلية المارة تكون قليلة، وهذا الشيء يخفف الضغط ويخفف الخطورة على القلب. هذا أسميه ماكرو شوكس، أي أنه الصدمة كميات كبيرة. الماكرو تعني بها هنا نشير إلها إلى كمية الكهرباء المسلطة، أنه كمية كهرباء كبيرة بس قد ما تؤدي إلى الديث. ليش؟ لأنه ما دا تمر كهربائية بالقلب نفسه اللي هو مصدر أو source of source of خلاص نسميها of blood source of الباور مال الجسم. هنا لما قللت التأثير عن الباور of the body فهنا أنا بعد ما عندي مشكلة، التأثير بدأ يقل هنا وراح يصير نقدر نتجاوزه، ممكن جسم الإنسان أن يتجاوزه. أما when the current find a direct path to the heart، المشكلة لما يلقى التيار مسار مباشر direct to the heart قبل على الهارت، هذا هنا أنا راح معناه الكهرباء كله يتركز على القلب وبالتالي يسبب توقفه. مهما كانت كمية الكهرباء قليلة سموها مايكرو شوك لكون المايكرو انه كمية الكهرباء حيل قليلة مقارنة بالحالة الاولى، لكن تسبب الدث مباشرة. شو وقت هاي تحدث؟ لما اكو كاثيتر فور اكزامبل، مثلا نيدل موجود، اكو جسم موصل مار داخل جسم الانسان. كاثيتر ويا النيدل الموجودة بالوريد واللي هذا الوريد مباشرة متصل بالقلب قريبا عنده، فيسبب كأنما مسار للكهرباء ويوصله مباشرة ويركزه على القلب. الماكروشوك مثل ما قلنا انه الكهرباء يمشي على مساحة كبيرة من الجسم وحصة القلب تكون قليلة من عندها، فهنا نقول most probable cause of death in the microshock state due to microshock is ventricular fibrillation.
هنا طبعا الخطر الوحيد اللي راح يكون انه يصير عندي ارتجاف بطيني نتيجة مرور التيار، وهذا شو وقت يحدث؟ لما تكون قيمة التيار عالية جدا وتسبب لي هذا ال vibration. كيف نحمي نفسنا من الماكرو شوك؟ عندنا طريقين، الأول هو السكن ريزيستنس والثاني هو ديزاين اوف الكتريكال اكيوبمنت. السكن ريزيستنس انه كلما كانت السكن ريزيستنس عالية كلما كان الماكرو شوك احتمالية حدوثها قليلة جدا. فالدراي سكن فور اكزامبل عندنا هنا بحدود من 15 كي الى 1 ميجا، يعني مليون اوم. بينما نلاحظ كقيم هنا، انا ما اريد الطلاب تحفظوها بس افهموها، بينما الويت اور بروكن سكن الجلد الرطب مبلل لا اللي بي دمج بي مثلا جرح معين، نشوف انه الريزيستنس مالته راح تكون 1% من قيمة الطبيعية من الدراي سكن، وهاي يعني أدي لي إلى أنه احتمالية الماكرو شوك كلش كلش كبيرة. ليش؟ لأن الريزيستنس راح تكون حيل قليلة. من الشغلات أو العوامل اللي يؤدي إلى وجود الماكرو شوك واللي يزيد احتماليته هي الجيل الكترودز. نعرف احنا الالكترودز عند استخدامها وعند تريد تثبيتها على الجلد لابد من استخدام مادة جيل عمود تثبت عمود نزيد التوصيل بيناتها، فبما انه الجل هو مادة ليكويد اذا هي موصلة الكهربائية اذا تزيد من احتمالية ماكرو شوك. سيرجري، سيرجري هي معناها انه جسم مفتوح، معناها هناك توصيل مباشر ممكن للكهربائية، فهذا خطر ويسبب لي الماكرو شوك او احتمالية الماكرو شوك جدا واردة. اورال اور ريكتال ثيرموميترز اللي هي المحاريض اللي توضع بالفم او بالمستقيم، اثنينها هي اداة دخلت الى جسم الانسان بمختلف الطرق، هذه اثنينها قد تؤدي الى حدوث الماكرو شوك حالها حال الكاثيتر. نمبر 2 كيف نقلل من او نحمي نفسنا من الماكرو شوك هو ديزاين اوف الكتريكال اكيوبمنت، لابد من انه نقرف ونقرض كل الاجهزة الموجودة في صالة العمليات فور اكزامبل، الصالة او الغرفة اللي موجود بها البينشن، وذلك للتخلص من الشحنات اللي موجودة على سطح الاجهزة واللي قد تتسرب الى المريض وتسبب لي ماكرو شوك. نرجع للمايكرو شوك اللي هو it is an a small electric current applied directly to the heart. تروح قبل، هي كمية حيل قليلة من الكهرباء لكن إذا راحت قبل لل heart muscle راح تسبب لي disruption of normal cardiac function، راح تسبب لي مشكلة في وظيفة القلب. قيمة التيار حتى لو كانت 10 مايكرون، تنتبهون مايكرو أمبير ايضا قد تسبب لي هارت فايبريليشن، بينما هذه كميات كبيره من التيار، يا القيم كبيره من التيار يلا تسبب لي هارت فايبريليشن، اما هنا أنا حتى العشرة مايكرو تسبب لي هارت فايبريليشن. السبب انه مباشره دخلت على القلب مسار. مين كوزز، شنو الامور اللي تسببت لي المايكرو شوك؟ هي الليكج كرنتس انلاين اوبريتد اكيوبمنت، هو التيارات المتسربه من الجهاز نفس الموجود عند المريض. كرنتس ثرو انسوليتد كوندكتورز ار ديفرنت بوتنشلز، ان انا من يصير عده اجهزه وكل واحده تشتغل على بوتنشال معينه بجهد معين يسبب لي نتيجه فرق الجهد راح يسبب لي تواجد تيارات، وهذه التيارات قد تدخل عن طريق الكاثيتر او غيرها او الثرموميتر وتسبب لي المايكرو شوك. وكذلك عندنا السبب الاخير، قد يكون differences in voltage between grounded conductive surfaces، يعني كل واحدة ونقرضها في مكان معين تختلف عن الاخرى، هذا يسبب لي يعني مو هناك طبعا القصد معناتها انه فرق ما بين الاجهزة والفولتي اللي تشتغل عليها حسبب لي أيضا وجود تيارات قد تؤدي، يعني تيارات قد تدخل عن طريق الكاثيتر وتسبب لي المايكرو شوك.
basic approach to protection. ما هي طرق الحماية؟ طرق الحماية هي أكو نقطتين أساسية جدا في المستشفيات، في المراكز الصحية، في الأماكن اللي يوضعون فيها المريض، وجراء في الأوبريترز روم اللي هي غرفة العمليات. هنا عندنا النقطة الأولى complete isolation from all sources of electric current، عزل تام عن كل مصادر الطاقة، عزل تام. السرير اللي يجلس عليه المريض، الأدوات اللي يستخدموها، أي شيء يتصل بالمريض لازم هناك إلى عزل تام عن ال power supply، عن ال مجهزات القدرة ومجهزات الفولتي وعن مصادر التيار. Number two, same potential of all conducting surfaces. يعني لابد إنه نسوي توافق في فولتيات جميع الأجهزة الموجودة في الغرفة الموجود بها البيشنت. Thank you.